الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. احنا آخر حاجة شبابنا وقفنا عليها كانت كتاب الصلاة. خلصنا الطهارة والحديث عن أحكام الطهارة من غسل ووضوء وتيمم إلى آخره، كل ده مقدمة للصلاة، لأن الصلاة هي أعظم عبادة وأقدس عبادة، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت في الحضرة المقدسة. الصلاة فرضت فين؟ في حضرة الله سبحانه وتعالى في رحلة المعراج، ماشي، عكس الفرائض التانية كلها فرضت إيه؟ على الأرض. لذلك العبادة الوحيدة التي يشترط لها الطهارة هي الصلاة. يعني لازم عشان أطلع الزكاة أكون طاهر متوضئ أو مغتسل؟ لا. لازم عشان أكون واقف على عرفة مثلا أو بعمل بعض الحاجات في الحج في مزدلفة مثلا أو منى لازم أكون طاهر؟ لا. عشان أكون صايم عشان صيامي يكون صحيح لازم أكون طاهر؟ لا. العبادة الوحيدة التي تشترط لها الطهارة هي إيه؟ الصلاة. ليه؟ لأنها فرضت في الحضرة المقدسة يعني المطهرة. والصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت من غير واسطة سيدنا جبريل عليه السلام. كل عبادة يا شباب سيدنا جبريل بينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبادة الصلاة، فرضت إيه؟ مباشرة على النبي. هذا دليل على شرفها وقدرها العالي. لذلك النبي يقول: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هي الأهم، هي الأساس. فلو ربنا أكرم واتصلحت يبقى كله إيه؟ إن شاء الله يكون كويس. طب الصلاة مش مظبوطة، إذا الأساس مش مظبوط يبقى الفرع أو ما بني على الأساس مش مظبوط. إحنا قلنا دايماً أهم حاجة يا شباب في أي حاجة المقدمة أو الأساس، زي الوضوء كده مثلا. الوضوء ده بعض الناس للأسف بتتهاون فيه أو يعني بتكسل فيه أو بتعمله بأي كروتة وخلاص، مع إنه أساس مهم. الصلاة دي حاجة عظيمة جدا ليها مقدمة اللي هي الوضوء. فلو الوضوء اتظبط يبقى الصلاة نفسها هتتظبط. طب لو الصلاة اتظبطت يبقى بقية العبادة هتتظبط. لذلك قلنا زمان لما وصل خبر وفاة الإمام الشافعي إلى السيدة نفيسة، قالت إيه؟ رحم الله الشافعي، كان يحسن الوضوء. ده الإمام الشافعي سابت كل حاجة ومسكت في الوضوء. يعني الإمام الشافعي ما أحسنش قال حاجة أي حاجة إلا الوضوء. طب فين الصلاة يا ست الكل؟ فين الزكاة؟ فين العلم الغزير بتاع الإمام الشافعي؟ قال: كان يحسن الوضوء. ليه؟ لأن الوضوء هو البداية، وإذا صحت البداية صحت النهاية، ومن أشرقت بدايته أشرقت نهايته. لو البداية صح تبقى النهاية إن شاء الله صح. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة كانت بمعنى الدعاء. في القرآن، القرآن يقول كده: وصل عليهم، يعني ادعو لهم. كتاب الصلاة. في حاجة عندنا اسمها سبب الصلاة. سبب الصلاة إيه يا شباب؟ هو دخول الوقت. يعني إيه السبب اللي خلانا نقوم دلوقتي نصلي الظهر أو نصلي العصر؟ دخول الوقت. طب ينفع دلوقتي تصلي المغرب؟ ما ينفعش، لسه وقته ما دخلش. فأهم سبب من أسباب، أو أهم سبب من أسباب الصلاة هو إيه؟ الوقت دخل يبقى قوم صلي. فهنا بدأ سيدنا الشيخ الحديث عن أوقات الصلاة. قال اللي فيه قاعدة عندنا بتقول: أسبابها أوقاتها، يعني أسباب الصلاة الوقت بتاعها. قال: أول وقت الفجر، أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق. البياض اللي هي يا شباب المعترض في الأفق. يعني إيه كلمة الفجر الثاني؟ إحنا عندنا الفجر فجرين. كلمة الفجر يعني البياض، النور اللي بيطلع ده. بالليل الدنيا بتبقى مظلمة، أول ما الفجر بيطلع بيبدأ النور إيه؟ يدخل في الأفق، يدخل في الكون، فبتبدأ الدنيا تفتح. ده اسمه الفجر. الفجر بقى عندنا نوعين، في فجر أول وفجر تاني، في فجر صادق وفي فجر كاذب. الصلاة هنا متعلقة بالفجر الثاني. أمال إيه هو الفجر الأول؟ الفجر الأول قال لك بيجي نور كده يخترق الظلام اللي موجود في الكون، لكن بعد كده النور ده بيختفي وبيرجع الظلام تاني، فعشان كده سموه إيه؟ فجر كاذب. أول ما الفجر يطلع يعني تفتكر إن الدنيا خلاص نورت، ترجع إيه؟ تظلم تاني.
قال ده اسمه الفجر الاول، مالكش علاقه بيه، الصلاه مش متعلقه بيه، الصلاه متعلقه بايه؟ بالفجر الثاني اللي هو اول ما النور بيجي في الضلمه، بتبدا الضلمه تفتح واحده واحده لحد الشمس ما تطلع، ما بتجيش ضلمه تاني، فده اسمه الفجر الثاني. ماشي. لذلك النبي كان يقول لا يغرنكم اذان بلال، كان سيدنا بلال يؤذن قبل الفجر للاعلام. لحد دلوقتي في بعض الناس هنا في المنطقه اللي احنا فيها دي، منطقه سيدنا الحسين، بعض الناس بتاذن قبل الفجر بربع ساعه او بنص ساعه. ليه؟ قال عشان تعلم الناس خلاص ان وقت الفجر دخل، فاللي نايم يقوم، اللي مش جاهز يقوم، اللي عايز يقوم يصلي ركعتين قيام ليل قبل الفجر يقوم. لكن هل هو اول ما بيأذن بنقوم نصلي الفجر؟ لا، ده بيبقى اذان للاعلام. انما الفجر الثاني لما بيدخل وقت الفجر بقى الحقيقي. خلاص يا شباب، اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثاني يبقى كده في فجر اول، وهو البياض المعترض في الافق، واخرها ما لم تطلع الشمس. اخر وقت صلاه الفجر امتى؟ لحد قبيل طلوع الشمس. احنا دلوقتي مثلا في النتيجه دلوقتي الفجر مثلا بيأذن الساعه 4:30، يبقى اول ما الساعه 4:30 تيجي في النتيجه عندنا او تيجي في الساعه، يبقى كده الفجر الثاني طلع، فالاذان بيأذن يبدا يدخل وقت الفجر. يعني ينفع صلاه الفجر في الوقت ده. اخر وقت الفجر امتى؟ الى ما قبيل طلوع الشمس. الشمس تطلع الساعه كام؟ بتطلع مثلا الساعه 6، يبقى انا اخري في صلاه الفجر قبل الساعه ما تيجي 6، يعني الساعه 5:59 دقيقه او كم ثانيه، خلاص قبل الشمس ما تطلع يبقى انا كده ينفع اصلي الفجر. طب الشمس طلعت، يبقى كده خرج وقت صلاه الايه؟ خرج وقت صلاه الفجر. طيب بالتالي الواجب الوقت عندنا وقت موسع مش وقت ضيق. يعني ايه؟ يعني من رحمه ربنا بينا ان هو خلى وقت الصلاه ممتد من الساعه 4:30 للساعه 6. كام ساعه دول؟ ساعه ونص. طب الفجر احنا بنصليه في قد ايه من الوقت؟ 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعه. فربنا اعطاني المساحه دي كلها عشان اصلي فيها صلاه الفجر. يعني ينفع اصلي الساعه 4:30، الساعه 5، 5:15، 5:30، 6:15، كده انا صليت الفجر في وقته. المشكله فين بقى؟ ان الشمس تطلع وانا لسه ما صليتش، ده المنهي عنه. طب هل الساعه لما تيجي 4:30 اول ما الفجر يأذن لازم اقوم اصلي دلوقتي؟ لا مش لازم، احنا هنا بس ده لاعلام دخول الوقت. الوقت بدا من هنا، عايز تصلي دلوقتي خير وبركة، عايز تأخر شوية مش مشكلة. وآخرها ما لم تطلع الشمس، وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخرها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. كل الأمور دي الحمد لله احنا تجاوزناها دلوقتي بالنتيجة وبالساعة، لكن ما فيش مانع نشرحها باختصار. أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت الشمس يعني زالت الشمس عن كبد السماء. الشمس بتطلع من ناحية المشرق صح؟ تبدا تطلع 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 وبعد تمشي ناحيه الايه؟ الغروب مغرب. خلاص الشمس وهي ماشيه او طالعه من ناحيه الشرق تبدا تطلع تطلع لحد ما توصل تكون في منتصف السماء. خلاص ده بيسموه كبد السماء، يعني منتصف السماء. تيجي في منتصف السماء تقف شويه، وبعد ما تقف شويه تبدا تتحرك ناحيه الغروب. التحرك ده بقى اسمه الزوال. اول ما تبدا الشمس تزول عن وسط السماء يعني تتحرك ناحيه الغروب، بيدخل هنا وقت الظهر. خلاص يا شباب. طيب يبقى اول وقت الظهر لما الشمس بتزول عن وسط السماء. اخر وقت الظهر امتى؟ ابو حنيفه بيقول اذا صار ظل كل شيء مثليه. الصاحبين ابو يوسف ومحمد قالوا لا، اذا صار ظل كل شيء مثله، واحد بس. يعني ايه مثلا؟ يعني باختصار لو جبنا القلم ده، قال سوى فيء الزوال، الفيء الحاجه البسيطه من الظل. لو جبنا القلم ده وحطيناه كده على الارض، القلم ده يا شباب طوله قد ايه؟ مثلا 10 سم، 10 سم تقريبا، لازم 15، 20 سم عشان تريح، 20 سم. ماشي، هفترض ان القلم ده طوله 20 سم. فابو حنيفه بيقول ايه؟ بيقول او وقت الظهر بيدخل لما الشمس تبدا تزول عن وسط السماء، اللي هو لو احنا حطينا القلم ده مش هيكون ليه ظل في عز الظهر كده. اول ما الظهر ياذن او قبل الظهر بلحظات لو جيت وقفت في الشمس مالكش ظل. ليه؟ لان الشمس عموديه فوقيك، صح ولا لا؟ الا بس ايه؟ سوى فيء الزوال، يعني حاجه بسيطه جدا، سنت او اتنين كده اللي باينين بس من تحت، لكن الظل بتاعك فين ما تعرف مش موجود. بيبدأ يحصل ايه؟ اول الشمس ما تزول عن وسط السماء ناحية الغروب،
كل ما بتمشي كل ما الظل بتاعك بيبدأ ايه؟ يبان من الناحية التانية، يبان. فأبو حنيفة بيقول إذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني الضعف، يعني ده طوله 20 سنتي، يبقى آخر وقت صلاة الظهر إمتى؟ لما الظل بتاعك يكون كام؟ 40 سنتي. مفهوم؟ خلاص كده؟ احنا هنا في مصر ما بنصليش على المذهب الحنفي في الحتة دي، إنما وقت الظهر عندنا على المذهب الشافعي ومذهب الصاحبين أبو يوسف ومحمد من تلامذة أبو حنيفة، إن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء إيه؟ مثله، يعني ده طوله 20 سنتي، يبقى الظل يكون كام؟ 20 سنتي، سوى في الزوال الحتة الأولى اللي احنا قلنا عليها اللي هي 2 سنتي تقريبا. عشان كده وقت الظهر عندنا في مصر، عندنا في مصر أو على مذهب الجمهور وقت الظهر قليل، لا أبو حنيفة واسع شوية. يعني مثلا تقريبا المسافة الزمنية بين قول أبي حنيفة والصاحبين تقريبا ساعة إلا ربع على أقصى تقدير، في بعض البلاد ممكن تقل. يعني إيه؟ يعني مثلا الظهر بيأذن كام دلوقتي؟ ليكن الساعة 1، العصر بيأذن الساعة كام؟ 4:30. ده كده آخر وقت الظهر عند الجمهور بما فيهم بعض تلامذة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأن قال في الحالة دي 4:30 ظل كل حاجة مثله. أبو حنيفة بيقول لا، لسه وقت الظهر ماشي معايا شوية، إذا صار ظل كل شيء مثلي ده بيكون بعد الساعة 4:30، بنص ساعة أو بساعة إلا ربع تقريبا في بعض البلاد. يعني الساعة 4:30 جت والعصر أذن، أبو حنيفة بيقول لا، لسه وقت الظهر ما خرجش. ماشي؟ في بعض البلاد بتصلي على كده على مذهب أبي حنيفة. احنا في مصر الامر استقر والفتوى اصلا على مذهب الصاحبين في هذه الحاله. ماشي؟ عند كثير من فقهاء الحنفيه. طيب لو انا عايز اصلي على المذهب الحنفي، لو انا عايز اصلي على المذهب الحنفي، هفترض دلوقتي ان الساعه جت 4:30 وانا لسه ما صليتش الظهر والعصر بيأذن، والعصر ايه؟ بيأذن. على قول الجمهور لما ادخل اصلي الظهر بصليه بنيه القضاء، لان وقت الظهر خرج ودخل وقت العصر. ابو حنيفه بيقول لا، لسه وقت الظهر ممتد قدامك نص ساعه معاك تاني. فانا قلت خلاص انا هصلي على مذهب ابي حنيفه، صلاه الظهر اداء والعصر بيأذن. فبعد ما صليت اداء الساعه 4:30 قمت صليت في 5 دقائق وانا في الجامع، وفجاه لقيتهم بيقيموا لصلاه العصر، فقلت بقى هدخل اصلي العصر جماعه مع الناس اللي بتصلي. ده دي اسمها لخبطه يا عم الحاج كده، عمل لخبط. ليه؟ لان كده انا دخلت صليت العصر تمام ولسه وقته ما دخلش على مذهب ابي حنيفه، وانا ينفع اصلي قبل الوقت ما يدخل؟ ما ينفعش. طالما هتصلي على مذهب ابي حنيفه الظهر هنا والعصر لازم، يبقى لازم تصلي العصر على مذهبه، لسه وقت العصر بقى عليه نص ساعه. لكن مع ذلك بنقول ان الفتوى على قول يا شباب، على قول الصاحبين، وإن كان مذهب أبو حنيفة صحيح. وقال أبو يوسف ومحمد إذا صار ظل كل شيء يا شباب مثله. والبعض قال يعني نأخذ بهذا القول وبه يفتى عند بعض المشايخ الحنفية. يعني خلاف لطيف كده في المذهب في هذه المسألة، يعني إن شاء الله لما نشرح بقى الكتب المطولة نبقى نشرحه بالتفصيل، لكن فهمنا الخلاف هو باختصار شديد، يعني مثليه ويعني مثله. وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين، إمتى بقى وقت العصر بيدخل؟ على قول أبي حنيفة بعد المثلين، يعني بعد الساعة 5 مثلا دلوقتي ولا حاجة. على قول الصاحبين بعد المثل الأول، يعني اللي هو موجود دلوقتي. وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، أول ما المغرب، أول ما الشمس بتغيب يدخل وقت صلاة المغرب. وآخر وقتها ما لم يغب الشفق، وهو البياض الذي يرى في الأفق عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف هو الحمرة. برضو خلاف في وقت المغرب عندنا يا شباب. وقت المغرب عارفين بدايته امتى؟ اول ما الشمس بتغرب يدخل معانا المغرب. اخر وقت المغرب امتى؟ ابو حنيفه قال واخر وقتها ما لم يغب الشفق، الشفق اللي هو ليه؟ البياض الذي يرى في الافق بعد الحمره، وقال ابو يوسف هو الحمره.
يعني اول الشمس ما تغيب، اول ما المغرب يأذن بعد المغرب بشويه، بيبدأ يظهر كده زي لون احمر في الجو، صح ولا لا؟ ده اسمه الشفق الاحمر. اول الشفق الاحمر ده ما ينتهي، هنا بيخلص وقت صلاة المغرب ويبدأ يدخل وقت صلاة العشاء. ده على قول مين؟ على قول الصاحب، على قول الصاحبين برضو. أبو حنيفة قال لا، آخر وقت صلاة المغرب غياب الشفق الأبيض، يعني بعد الشفق الأحمر ده ما يخلص بيدخل بعديه حاجة بيضة بتيجي في الأفق، تقعد فترة معينة وتختفي، أول ما تختفي يدخل وقت صلاة العشاء. تقريبا المسافة بينهم بين الشفق الأحمر والأبيض تقريبا 12 دقيقة أو ربع ساعة تقريبا، زي المسافة الزمنية اللي بين الفجر الأول والفجر الثاني. فبرضو على قول أبي حنيفة وقت المغرب إيه؟ يعني ممتد شوية. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق سواء أبيض أو أحمر، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني. يبقى هنا آخر وقت صلاة العشاء إمتى؟ طلوع الفجر. الفجر بيأذن دلوقتي الساعة 4:30، فالساعة 4:15 أنا لسه ما صليتش العشاء، ينفع أصلي العشاء الساعة 4:15 أداء؟ ينفع، وقتها من العشاء لحد الفجر. قال: وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. أول وقت الوتر، عندنا صلاة الوتر على مذهب أبي حنيفة واجبة. الجمهور قالوا إن صلاة الوتر سنة مؤكدة، أبو حنيفة قال لا، الوتر أعلى من السنة، ده الوتر واجب. وبالتالي من تركه يأثم ويقضى. على مذهب أبي حنيفة يقضى، يعني أنا وأنا فاتني الوتر بتاع امبارح أقضيه. لكن على قول غير أبي حنيفة الوتر ليس بواجب. وقت الوتر بيبدأ إمتى يا شباب؟ من بعد العشاء لحد الفجر، قبل الفجر. قال: قال: ويستحب الإسفار بالفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. الإسفار يعني التأخير، يعني الأفضل والأحسن في الفجر إيه؟ إن إحنا نأخر شوية، يعني أول ما الفجر يأذن نأخر إقامة الصلاة شوية، يعني البعض قال لحد ما يبدأ الدنيا تبدأ تنور شوية. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. لكن قيل هذا في حق الرجال، لكن حق النساء الأفضل الإسراع في صلاة الفجر لأنه أستر لهن. والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء. الإبراد يعني التأخير، يعني يستحب إن احنا نأخر صلاة الظهر في الصيف، لأن في وقت صلاة الظهر بتبقى الجو حر قوي، فأخروا شوية لحد الشمس ما تنكسر. لكن دلوقتي الامور الحمد لله مباحه ومتاحه، بقى في تكييفات، في مراوح، يعني الدنيا بقت كويسه دلوقتي. وتقديمها في الشتاء وتاخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب، وتاخير تعجيل المغرب لان المغرب وقته قليل فيستحب ان احنا نعجله بسرعه ما ناخروش. وتاخير العشاء الى ما قبل ثلث الليل، يستحب ان احنا ناخر العشاء الى ما قبل ثلث الليل. طب الليل بيتحسب ازاي؟ او نحسب تلت الليل ازاي ونص الليل ازاي؟ قال الليل بيبدا من المغرب، الليل بيبدا من المغرب لحد الفجر. فاحسب بقى المغرب بيأذن الساعه كام؟ الساعه 6 مثلا. والعشاء بتأذن الساعه، والفجر بيأذن الساعه كام؟ الساعه 4. يبقى من 6 ل 4 كام ساعه؟ 10 ساعات. احسب بقى تلت وتلت وتلت او نص ونص او سدس وست حسب الوقت ده، من 6 ل او من 6 ل 4. ليه وقت الليل بيبدأ من المغرب؟ ماشي؟ فيستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. بس هنا التأخير، تأخير العشاء مرتبط بالجماعة، يعني لو إحنا هنعمل جماعة مع بعض وهنأخر صلاة العشاء. بعض الناس فاكرة مثلا، بعض الناس ممكن يظن إن العشاء بتأذن في المسجد وأنا معدي جنب الجامع فعندي مشوار، فقلت لا يستحب تأخير العشاء، أنا مش هصلي دلوقتي، هصلي العشاء متأخر شوية. لا، هذا إذا كان مرتبط بالجماعة، يعني احنا جماعة هنصلي متأخر ماشي، لكن أقيمت الجماعة دلوقتي فأنا أخرت صلاة العشاء وما صليتش مع الجماعة عشان أصلي لوحدي متأخر، لا أضعت هنا ثواب الجماعة، فأدخل صلي جماعة. فتأخير العشاء مرتبط بإيه يا شباب؟ بالجماعة. قال: ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فإن لم يثق بالانتباه أو ترى قبل النوم. الافضل في صلاه الوتر احنا هنخليه في اخر الليل، لو انا على ثقه ان انا هقدر اقوم، يعني مثلا انا بصلي العشاء وبنام وانا على ثقه ان انا بقوم قبل الفجر بنص ساعه او بساعه،
في الحالة دي أصلي العشاء وأصلي الوتر، ولا أخر الوتر لآخر الليل؟ خلي الوتر آخر الليل أحسن، ده أفضل. طب أنا ما عنديش ثقة إن أنا ممكن أنتبه قبل الفجر، ممكن أستيقظ، ممكن أقوم من النوم، أصحى من النوم قبل الفجر، ما عنديش ثقة في نفسي في الحتة دي، يبقى أصلي الوتر قبل إيه؟ قبل ما تنام. ماشي يا شباب، نقف هنا على باب الأذان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.